أما بالنسبة للصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها فهي صفة القلقلة، وكنا قد مررنا على شيء مما يتعلق بها أمس لما تكلمنا على الحروف الشديدة، أجد قطن بكت، ولفت نظركم إلى وجود هذه الخمسة حروف القلقلة قطب جد ضمن الحروف الشديدة، أجد قطن بكت قد حوت إيش قطب جد. وجربنا أنا وأنتم بعض الصور فقلنا أق ولم نفلتها، فوجدنا هنا إيه؟ إزعاجا بسبب كمال انغلاق المخرج، بسبب كمال انغلاق المخرج. ثم قلنا قا قو قي، وسألت هل هناك إزعاج؟ قلتم لا. طبعا ليش ما في إزعاج؟ لأنه قا يعني المخرج عم إيه؟ عم ينفتح من انقفال إلى انفتاح، كذلك قو كذلك قي، لكن لما نقول أق هنا ننتقل من انفتاح إلى إيه؟ إلى انغلاق، ويحدث خلف الانغلاق هذا الإيه؟ الإزعاج، لأنه الهواء محبوس يريد أن يخرج والطريق أمامه إيه؟ مسدود. قلت لكم بالأمس لذلك العرب بفطرتهم خالفوا القاعدة الأصلية في لغتهم، وهي أن الحروف الساكنة تخرج بإيه؟ بالتصادم أو بالقرع كما قال ابن سينا، وبالقلع عند إيه؟ التباع عند الحرف المفتوح، إما بالقلع أو بالتباعد. وضربنا أمثلة كثيرة، مثلا قلنا أب هذا إيه؟ ساكن بالتصادم، با هذا بإيه؟ بالتباعد، بو نفس الموضوع بالتباعد، بي بالتباعد. فهذه الخمسة الله يسلمكم، القاف والطاء والباء والجيم والدال، العرب بفطرتهم حال سكونها عكسوا فلم يخرجوها بإيه؟ بالتصادم، وإنما أخرجوها بالتباعد مشبهة الحرف المتحرك، مشبهة. إذن لو سأل سائل ما وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك، وجه الشبه أنهما يخرجان بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طب ما الفرق بين المقلقل والمتحرك؟ الفرق أن المتحرك إن كان مفتوحا صاحبه انفتاح للفم، وإن كان مضموما صاحبه انضمام للشفتين، وإن كان مكسورا صاحبه ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي. أما المقلقل فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولكن لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. ننظر إلى اللوحات. القلقلة في علم التجويد أو في اللغة هي الحركة الاضطرابية، أرجو أن تتأملوا، حركة اضطرابية. تقول العرب تقلقلت القدر على النار. كان العرب كما ترون في الصورة إذا أرادوا أن يطهوا طعامهم أتوا بثلاثة أحجار من الصحراء، يعني هم عايشين في الصحراء، فيضعون ثلاثة على شكل مثلث ويضعون فوقها إيه؟ القدر. هذه الثلاثة بيسموها الأثافي، الأثافي ما بيقول لك ثالثة الأثافي إيه؟ ويضعون تحتها الحطب ويوقدون النار بقدح الأحجار، ثم يبدأ الماء بالسخونة، ثم بمرحلة إيه؟ بداية الغليان، ثم بالغليان. لما يصل للغليان الماء المغلي يجعل القدر باعتبارها ما هي يعني ما هي ثابتة تماما فوق الأحجار إلا ما يكون هناك شيء من الخلل، شو بتصير القدر بتعمل؟ تهتز. هذا العمل العرب بيقولوا لبعضهم تقلقلت القدر على النار، انتبهنا؟ يعني اهتزت. طيب لو نظر ناظر إلى هذه القدر التي ترونها وسأل أخا له هل هذه القدر ثابتة أو بالأحرى ساكنة،
ما يستطيع أن يقول له إنها ساكنة لأنها إيه؟ تهتز. طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له هي متحركة لأنها لا تغير مكانها، هي مقلقلة. فلذلك الحركة ولكنها إيه؟ الاضطرابية. انتبهنا؟ في بالجندية في بيقول له مكانك إيش؟ مكانك سر، تعرفوها هذه؟ فيقف الجندي يرفع قدما وينزل أخرى يرفع. طيب لو نظر ناظر إلى هذا الجندي قال لك هذا ساكن ولا متحرك؟ ما بتستطيع تقول ساكن لأنه إيش؟ يا الله طالع نازل طالع نازل. طيب هل هو متحرك؟ ما بتستطيع تقول متحرك، ما عم يغير مكانه. انتبهنا؟ هكذا القلقلة. فالحرف شوف سبحان الله، الله يرحم الخليل، يا أخي عقلية جبارة، سبحان الله، سبحان من أعطاهم. يعني أن تنتقي من لغة العرب شيء لعمل فموي موجود ولكن ليس له اسم، موجود ولكن ليس له، أن تنتقي له الكلمة المناسبة، هذا توفيق من الله عز وجل. الحرف المقلقل قلت لكم أيها الأحباب منذ قليل ما نستطيع أن نقول إنه ساكن، لأن الحرف الساكن يخرج بالتصادم ال ان اق امو اق مثلا اح الى اخره. طيب هل هو متحرك؟ ما نستطيع نقول متحرك لانه ايه؟ لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض الفك السفلي، لا هو ساكن ولا هو متحرك، هو مقلقل. عرفت شو مقلقل؟ يعني حالة بين حالتين، كما أن الجندي الذي يقف ويرفع قدما ويخفض أخرى هو الآن في حالة بين حالتين، بين السكون وبين الحركة. كذلك المقلقل، القدر هذه بين السكون وبين الحركة اللي هي الانتقال من مكان إلى مكان. فقولهم عن هذا العمل الفموي الذي تفعله العرب بالفطرة موجود وليس له اسم، أن ينتقوا له اسم القلقلة، غاية في التوفيق، سبحان من أعطاهم. أقو واصطلاحا يعني عند العلماء المجودين إذا قالوا القلقلة فمعناها عندهم إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه، لاحظ بأن وضعناها باللون الأحمر، حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث وحروفها خمسة يجمعها قطب جد. انظروا إلى هذه الصورة بعد إذنكم. أقو انظر كيف اللسان يصعد فيقرع بأقصاه الحنك اللحمي دون أن يصاحب ذلك انفتاح للفم حتى تكون القاف مفتوحة، أو يصاحبه انضمام للشفتين حتى تكون القاف مضمومة، أو الارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك حتى تكون القاف إيه؟ مكس. انظر أقو مرة ثانية، أقو كمان، أقو. هل لاحظتم؟ هل هناك انفتاح للفم؟ انظر أقو. طيب هل هناك انضمام للشفتين؟ انظر أقو. طب هل هناك ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي؟ أقو أقو. الفلق، قل أعوذ برب الفلق، غسق غاسق، وقب ب ب ب. مين اللي عم يبتعد؟ الشفتان. لو ابتعد الفكان مع الشفتين شو صارت؟ الباء مفتوحة. باء، ما الفرق بين كسب وكسب؟ كسب كسب، الفرق بينهما في كسب ابتعدت الشفتان فقط، وفي كسب ابتعدت الشفتان والفكان. وضح؟ أب أرجو النظر إلى الشفتين، باء مقلقلة. أب
انظر كيف أن الباء تخرج بتباعد الشفتين، يعني الآن الشفتين يلتصقان من غير صوت، يلتصقان من غير صوت، ثم تبتعدان عن بعض عن بعضهما، بابتعادهما تخرج الباء الايه المخلقلة. لكن هل صاحبها تباعد للفكين؟ انظر أب، هل ابتعدت الأسنان عن بعضها العليا والسفلى؟ انظر أب، انظر أب، انظر أب. طب هل انضمت الشفتان؟ انظر أب أب. هل انخفض الفك وارتفع وسط اللسان؟ أب 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 أب. وقب وقب أحد الفلق. انتبهنا؟ هذه هي القلقلة، خروج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها الحرف المتحرك في هذه الزاوية ومخالفا للحرف المتحرك في أنه لا يصاحبه لا انفتاح ولا انضمام ولا انخفاض.